اليوم يعني نحضر لحفل توزيع الشواهد على المتخرجات بمناسبة فوج خريجات فن الطبخ والحلويات بمركز التربية والتكوين عين الرحمة، فوج 2019-2020. هذا الفوج الذي أبان عن يعني خبرة وعن المكونة التي أبانت عن إمكانيات كبيرة وتعطير مهم. نتمنى من الله على أن هذا الحفل يعني يكون فاتحة خير على هؤلاء الفتيات من أجل يعني صقل الموهبة والبحث عن ممولين من أجل يعني إنشاء مشاريع مدرة للدخل من أجل الإدماج في يعني الحياة الاقتصادية. هذا المركز الذي إن شاء الله سوف يعرفه السنة القادمة إن شاء الله مستوى السنة الثانية في تكوين من أجل يعني الظفر بمستوى عالي في فن الطبخ والحلويات، وندرس إمكانية أن يستفيدوا حتى الشبان في الفترة الصباحية من هذا المركز. فتحية لجميع القائمين على هذا المركز. هذا شرف لنا أننا نكون ضمن الفتيات اللي تخرجوا في هذه السنة وأول فئة حاصلة على دبلوم الطبخ بشراكة مع التعاون الوطني وجمعية حادقة طنطان. هذا شرف لنا، علاش لا أننا ندخلوا ونوسعوا في سوق الشغل ونصبحوا عندنا مقاولات حرة ونلتجؤوا لسوق العمل كسيدات، ما نحاصروش داخل المنزل في المطبخ بل نخرجوا ونديروا مشاريع صغرى ومقاولات صغرى، لأن مدينتنا بصراحة هي محتاجة بحال هذه اليد العاملة داخل السوق. وكنشكروا كل من ساهم فأننا نحصلوا على هذا الدبلوم، وشكرا. توزيع الدبلومات المستفيدات وخريجات شعبات الطبخ والحلويات موسم 2019-2020، وكان معه كذلك توزيع شواهد تقديرية للمراتب الأولى هذا الشعبة ديال الطبخ والحلويات لهذا العام، يعني الدبلوم ديال 2019-2020 وشواهد تقديرية للرتبة الأولى ديال 2020-2021. وتم كذلك تكريمي من طرف مندوبيات التعاون الوطني ومن طرف جمعية حادقة طنطان، اللي كنشكرهم بهذا المنبر اللي حسوني بواحد النجاح كبير حققته، وما حققتوش بوحدي، حققته مع حادقة طنطان اللي كنهدي لهم هذا النجاح هذا. وكما كنقول ديما النجاح راه معاهم هما، ملي كتشوف ان المراه الطنطاويه او المراه الصحراويه او المغربيه بصفه عامه ان ما بقاش كتقتصر على تربيه الابناء وما بقاتش يعني غير الخدمه في الدار يعني في كلاس في الدار، ولات كتخرج لسوق الشغل، ولات كتخدم تشد لي كوموند، ولات يعني عندها البيفيات عندها الحمد لله. ملي كتشوف ان هذا الطبخ والحلويات كيتوسع يعني راه نجاح كبير بحد ذاته، نجاح ليا وليهم، وكنتمنى لهم ان شاء الله التوفيق ومسيره موفقه لكل حد كتطنطن. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.